السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الامتدادات المفتوحة المصدر وسائل الشغل في البيم البي سي اف. ايه البي سي اف دوت؟ ده بيم كولابريشن فورمات. ده امتداد خاص بان انت تكتب التعليقات على الموديل. دلوقتي لو انا مثلا براجع على مشروع وجالي الموديل فكتبت ملحوظات كتيرة جدا، عشان اراجع الملف ممكن يكون مساحته جيجا، فانا هاخد الجيجا تانية بعد ما كتبت الملحوظات وابعتها. لا، انا دلوقتي بقى البي سي اف ده بيبقى فيه التعليقات وفيه الكومنتات اللي انا كاتبها، فببعت الملف دوت بمساحته تقريبا 1 كيلو بايت، فبيبقى سهل ان انا انقله. اول ما اللي بيستلم الملف دوت بيفتحه بيقدر يشوف الكومنتات دي على الموديل بتاعه. يبقى انا كده بعمل ملف فيه التعليقات والكتابات بتاعتي. تمام، على سبيل المثال ده موقع اسمه بيم تراك، ده كويس جدا عشان تشوف المشروع اونلاين. بعد ما تشوف المشروع وتكتب الكومنتات بتاعتك، يعني ممكن مثلا اجي هنا اقول له مثلا عايز اشوف المشروع. تمام، هتبدأ تحط الكومنتات اللي انت عايزها. ماشي، على سبيل المثال مثلا هتقول انا عايز اعمل كرييت ملحوظة جديدة، فهتكتب اي كومنت انت عايزه. هتحط مشاورة مثلا زي ما انت عايز، تكتب الكتابة اللي انت عايزها. تمام، وتحدد اذا كانت الحاجة دي مثلا خطأ جديد او خطأ قديم او اي معلومات انت عايز تدخلها. بعد كده ممكن اجي هنا ادوس هنا واقول له اكسبورت. تمام، فبيعمل اكسبورت الملف صغير جدا اسمه بي سي اف، او ممكن تسيفه كجدول اكسل. طبعا الافضل ان انا سيفه كبي سي اف على اساس ان هو يتقري بسهوله جدا في المشروع بتاعي. اقول له سيف اكسبورت، فهو بيروح مصدره، هيبعت لي اول ما الملف يبقى جاهز هيبعت لي نوتيفيكيشن بحيث ان انا اعمل داونلود الملف دوت. وبعد كده في البرنامج اللي انا شغال عليه اقول له امبورت لي البي سي اف وابدا اشتغل عليه عادي.